وأولا حيت حزب وطني عريق، حزب العلماء والحزب المقاومين، وحنا من نهار عقلنا على راسنا وحنا في حزب الاستقلال. اولا تقدمت لهذه الانتخابات ديال مقاطعه النخيل لانه انا كنتمي لهذه السكينه وكبرت فيها، وعندي كندخل مع الشباب وعندي علاقات مع هذه السكينه بزاف، وعندنا مشاكل بزاف كنعانيو منها، وهي مثل الصحه، عندنا مشكل في الصحه، عندنا مشكل في الادارات، كاين شي مرات كنبغيو نمشيو ناخذوا شي وثائق ولا شي حاجه ما تلقاوش اللي يتعاون معنا فيهم ولا اللي يقدر يوقف معنا باش ناخذوا الوثائق ديالنا الاداريه. وعندنا مشكل حتى هو ديال التعليم، انا هنا التعليم كاين مجموعه من الطواوير اللي كنعرفوهم مثل دوار الفخاره، وكاين وسط عين سليم حتى هو اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال التعليم ديال الشباب وديال الاطفال اللي كيبغيو يمشيو للمدارس كيخصهم واحد المدرسه. وعندنا مشكل اللي هو جد كبير بزاف وكاين بزاف في هذه المقاطعه النخيل، هو مشكل العقار، عندنا مشاكل كبيره بزاف في مشكله العقار. وفعلا هو كاين النساء، وهذا جا الوقت انهم النساء ما يبقاوش غير يصوتوا، انهم حتى هما يشاركوا حتى هما في هذا حقهم، حتى هما ما يبقاوش غير كيصوتوا حتى هما يتصوت عليهم، حتى هو يبانوا في هذا الوقت. لانه منين في خلال الجولات ديالي واحتكاكاتي مع الناس كاين مجموعات من الشباب تبارك الله عليهم، ومجموعات من النساء اللي حتى هما مناضلات وتكافحوا وجا وقتهم حتى هما باش يبانوا. هو التدبير الجماعي كي تنشوفوا هنايا، هو الناس هنايا حتى حنا كنعانيو منه، لا ما كانش واحد التجاوب، ما كانش واحد التواصل مع دوك الناس، ولسوء الحظ فقدوا الناس فيهم الثقه، ولهذا سبب كغيره على هاد الشباب وعلى هاد الناس اللي كيعيشوا هاد المشاكل هادو. تقدمت للترشيح، تقدمت بانني باش ندافع على نفسنا، باش ندافع على الحقوق ديالنا، باش نبداو نلقاو مع من نتواصلوا، مع من نتجاوبوا. انا كشابه وكمراه انا كنبلغ لهاد الناس ينوضوا يصوتوا، ياخذوا اختياراتهم ويشوفوا الناس اللي تخدمهم. بركه عندنا من الوعود اللي ما كيكونوش. انا كنطالب النساء ينوضوا يصوتوا والشباب يعطيو الصوت ديالهم كحقهم باش يديروا التغيير، باش نغيروا هاد المشاكل.